الكشاف المتقدم محمد جابر أمن من مجموعة القدس الكشفية من مجموعة فرسان السلام ببرنامج الجلس الشعبي. عمر 16 سنة. عملنا على مجموعة من الدورات بعنوان لنكن ما نريد، وهذه الدورات أدى منها دورة كادر المرور وعدد مشاركات 30 مشارك. نسقنا طبعا مع الإدارة العامة للمرور. والدورة الثانية هي دورة الدفاع المدني، وهي الدورة بالتنسيق مع الدفاع المدني. الدورة الثالثة دورة الخط العربي بالتنسيق مع مجهود فردي. والدورة الرابعة هي دورة الإسعافات الأولية بالتنسيق مع الهلال الأحمر. طبعا عملنا هذه الأشياء عشان ننمي قدرات الشباب ومواهبهم، طبعا يتعلموا حاجات ما كانوش عارفينها. أنا بحب ألعب بالألعاب، بعنونا بالألعاب، بعنونا القراية وندرس يعني، وهنا بلعبونا كتير. عاديش بطل من الجمعية، بحبها كتير، تعودت عشان إلي 5 سنين هنا. أنا خايفة بطل عشان مش قادرة أدفع مصاري للجمعية. احنا تبنينا الموضوع وحابين انه احنا نسعى لحله او احنا نساهم جزء بسيط، لانه يعني احنا عندنا بالمخيم الجديد عندنا اللي هو 4 مدارس وكالة، فانه الالاف اللي بتحتزنها مدارس الوكالة اللي هي اغلب شغلها مجاني، فانه احنا لما تبنى قضية 3 أطفال عندنا من المصابين بالداون انه نروح مش تأثر كتير، فانه احنا حابين نحل الموضوع راح نحله. بس احنا كنا حابين نتوجه للادارة على اساس انه احنا كمان جمعنا اللي هو الموافقات من الاهالي واوراق وثائق تعهد على اساس انه احنا نحل الموضوع، وان شاء الله راح نحله وراح نبلغكم بالنتيجة. يعني يا ريت صوتك يوصل لكتير كمان من مؤسسات في كل المناطق على اساس انه هذه مشكلة بتعم قطاع غزة من رفح لبيت حنون. يعني جاب القطاع كله، المؤسسة الحق في الحياة هي الوحيدة اللي بتخدم داون سندروم في القطاع من بيت حنون لرفح. فهذه خلينا نطرحها مشكلة، نطرحها على كل المؤسسات، يعني الكل يساعد. أنا بقول لك إذا يعني بنلاقي تكاتف من الجميع المشكلة مش كبيرة ومش صعبة. أنا ميسر كامل رقيق، ميسر مجموعة ابن اليوم وبالغاد، تعمل في حي الزيتون في شارع صهيون. بعد عقد العديد من اللقاءات مع طلاع المجموعة وتواصل مع الأهالي والمؤسسات، توصلنا للمشكلة الرئيسية في هذا الشارع هي عدم وجود إنارة ليلية. فبحثنا هذا الموضوع مع الطلاع وتواصلنا مع بلدية غزة لحل هذه المشكلة، وتم بحمد الله إنجاز المبادرة لخدمة أطفال هذا الحي الذين يوجد لديهم مشكلة رئيسية وهي تبول اللا إرادي من سن 9 إلى 15 سنة. وقامت المجموعة بحمد الله وتوفيقه بإنجاز المبادرة بشكل كامل وناجح. ميسرة للإنجاز في منطقة بيت لاهية. اليوم جدارية بنشتغلها علشان إحنا الأفكار اللي طرحناها كأفكار بنطرحها على أرض الواقع، بنتيح أكبر مجال للفتيات إنهم يشاركوا. فهم كانوا مشاركين في الفكرة، مشاركين في تلوين هاي الجدارية. الجدارية فكرتها دمج الفتيات في النشاط المجتمعي. طبعا المنطقة هان في مدارس، نوضح صورة انه الفتيات من هدول العمر اللي في المدرسة لما بدهم يشوفوا هاي الجدارية حيعرفوا انه نفس الفئة العمرية شاركت في هيك نشاط. بنوصل فكرة اوضح للبنات انه لا احنا فينا نشتغل، فينا ننجز انشطة زي هيك. وكانت فكرة الجدارية محددة اكثر انه احنا نوضح شو اهميتنا، احنا ليش موجودين هان، شو اهميته انه انا اخلي الفتيات وخصوصا من هذا العمر جزء من هذا المجتمع.